الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أخوان الموالي السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير، نتوما وليداتكم وطيوراتكم. أخواني اللي تلتحقوا بالقناة لأول مرة ما ينساوش ديروا الاشتراك، فعلوا الجرس، اللي عجبته الفيديو يدير لايك ويخلي كومونتير، واللي ما عجبتوش يدير ديسلايك، وحتى هو يخلي كومونتير يقول لنا شنو اللي ما عجبوش باش نصلحوا ولا كاين شي ما يتصلح. تبارك الله الإخوان الموالي كاملين كالعادة، الله يرحم بالوالدين على التعاليق ديالكم ولا لي كومون على لي كومونتير جوستومون وعلى لي لايك ولي ديسلايك والتفاعل ديال الاخوان كاملين والناس ديال الجروب ديال الواتساب. استسمح لان كاين شويه الغياب، كاين ظروف شخصيه والسلاك. المهم دائما في اطار الاستعداد لموسم سباق الحمام الزاجل اللي غادي يبدا ان شاء الله في النص شهر 4، دونك حنا راه غادي ندير واحد لونطريمون كما شفتوا معنا، راني معطل وباقي معطل في لي زونطريمون. البارح كنت باغي ندير ان اونطريمون ساعه ما كتبش الله، دونك حنا راه غادي اليوم راه حنا طالعين تقريبا 20 كيلومتر، دونك راه بدينا ب 7 و7 دزنا ل 13 مع 15 ودابا دايزين ل 20، بحال والو نزيد حتى ل 25 والله اعلم، تبان لي نمشي ل 25 كيلومتر سيقات جي بي اس دابا. المهم يعني اليوم ان شاء الله غادي بحول الله نديرو 25 كيلومتر، غنتلقاوهم كاملين. دابا راه جاي العشرة ونص الوقت، الله اكبر. لي كونكور الاولين اللي غادي يبداو راه دي كونكور ديال الفيتاس كما تعرفوا الاخوان كاملين، بين قوسين هنا حنا دابا في هذه اللحظه راه ندوزو من اول مطلق ديال التدريب، راه هو فين طلقت هنايا. دونك باش تعرفوا راه تنحاول نبقى في لا لين دو فول ديالي. لا لين دو فول كيفاش تنديرها؟ واخا المساله باقي ما ضابطاش انا مزيان، لان الحمام راه ماشي شد بين لين دووات. دونك لا لين دو فول انا درت غير ما بين الدار ديالي وما بين المطلق اللي غنديرو اول واحد، وتنطلقهم من هاد البلاصه، يعني من هاد تنحاول نبقى في لا لين ونطلقهم. شنو بغيت نقول قبل ما نقطع، لان عندي لكم فيديو ان شاء الله ملي نطلقوا الحميمات، واحد الشكر وتقدير لواحد جوج الناس تبارك الله عليهم واقفين معانا وقاعدين معانا الغراض. كاين السي يوسف من اسفي الله يذكره بالخير، ما بغيتش نذكر الكنيه ديالو حتى نتشاور معاه، وكاين واحد السيد اخر اللي المدينه ما عرفتش اين مدينه ديما تيقولها لي ولكن سلاك. دونك السريضه حتى هو اللي واقف معنا وقفه ديال المعقوله زعما، وتيبقى البريزيدون فيكتور سواريز حتى هو اللي قادم معنا الغراض. غير واحد ملاحظه صغيره الاخوان، ما ننصحكمش انكم تسمعوا الموالي بزاف، شحال من واحد تيمشي عطوا مثال تيدخل شي جروب ديال الواتساب تيلوح شي سؤال كيفاش نوجد الحميمات ديالي للفيتيس، وتيجي هذا تيجاوبو الاخر تيجاوبو هذا تيجاوبو هذا تيعطي طريقه الاخر تيعطي طريقه اخرى، وتبقى المولوع يا تيدوخ يا تيكون واعي وعارف وتسمع غير المولوع واحد اللي تتبان ليه الهضره منطقيه وتتبعو، ويا تيبغي يدير فيها راه انتيليجون راه عايق وكلشي وتيحاول يخرج واحد الخلاصه واحد الطريقة يعني مشتركة، يسمع هذا يهز منه شوي وهذا يهز منه شوي وهذا يهز منه شوي، وتيخلط هذاك الشيء كامل وتيخدم وتيقول لك في الاخر علاش ما خدمتش مزيان هذا العام. انا تنتصنت لثلاثة الناس، وعلاش ثلاثة الناس؟ لأن سبحان الله العظيم وهادشي هما راه في راسهم، يعني راه عندهم نقولوا نفس المنهج، يعني ملي تتقول شي كلمه شي سؤال هذا الجواب ديالو راه تيعطي لك، يعني الا قلت السؤال للريضا ولا ليوسف ولا الفيكتور، يوسف الاخوان راه كما قلت لكم ولد اسفي وعايش في اسفي وساكن في اسفي وتيلعب في اسفي، دونك ملي تتسول هذا ولا سولتي الاخر تلقى ان تيقول لك نفس الحوايج. هنا تيبان لك ان راه كاين بحال في الكناري راه كاين مدارس وكاين منهج
اللي تيتبعوا الانسان باش يوصل لواحد النتيجه. دونك هاد الناس سبحان الله العظيم عندهم نفس المنهج. ما نعطيكمش امثله، نعطيو غير مثال بالخف. اخر مره راه درت واحد الغلط ملي درت واحد لونطريمون اللي ما حسبتوش، لانني رخيت طيور تقريبا حتى قرب المغرب ورخيتهم في الراديين. دونك انا كنت قلت لسي يوسف هو الاول، عطاني النظره ديالو، وعاود ثاني تلاقيت مع عرفت الغد ليه ولا بعد الغد ليه فيكتور، ما كنا مشينا قضينا واحد الغراض، وقال لي نفس الهضره اللي قال لي سي يوسف. دونك انا ديجا تيبان لك يعني انا شخصيا يعني كما تنقولوا تنكون غاسوري، يعني تنعرف ان سيادنا ثلاثه سبحان الله العظيم عندهم نفس الانجازات. بعدا سي يوسف راه حاضر مزيان، والسيريدا راه تنقولها ليه، السيريدا وفيكتور سواريز راه بحال قلتي موضوع واحد، لا من ناحيه الحمام، لا من ناحيه العدد ديال الحمام، لا من ناحيه العدد اللي تيلعبوا، لا من ناحيه الطريقه، لا من ناحيه لي بالماريس سبحان الله العظيم. المهم خلاصه القول قبل ما ندير نقطعوا الفيديو وحتى نوصلوا، راه تيبان لي اني توترت، كان عليا نضر على الله يسر قبل، ديما تندير معكم تليفون ندير معكم فيديو تنتوضى. دونك نصيحه باختصار اخويا المولوع المبتدئ، حاول ما تصنش البنادم بزاف، شد شي واحد اللي ثقه واللي واصل واللي خدام مزيان، وهذاك هو اللي عاد تبعو، وان شاء الله يكون خير. ومع ذلك راه ما تظنش انك غدير نفس الانجازات ديالو، راه خاص في الاخر مع الاكسبيريونس خاصك نتايا تخرج طريقه اللي تتوالم ليلفاج ديالك، واللي التي بالي ما توترش، لا ما توترش. دونك اللي تتوالم ليلفاج ديالك، واللي تتوالم الطيور ديالك، واللي تتوالم المناخ ديالك. اخوان تبارك الله عليكم، الله يسهل الامور، السلام عليكم. واش ما كان غنوصلوا للحميمات ونطلقوا، قبل ما نطلقوا راه نعاودوا نكملوا الفيديو ونحاولوا نديروا فيديو كالعاده ملي رجعوا الطويرات للدار. الاخوان السلام عليكم. المهم راه حنا وصلنا لبلاصتنا، دونك راه 25 كيلومتر كما قلت لكم. الحميمات راه دابا تقريبا شي نقولوا شي 10 دقائق حتى ربع ساعه هما هنايا. في لي جون راه خديت غير ربعه اللي ديما تنغامروا معاهم لعل وعسى يوصلوا. طلع بابا لهيا ساليتيها. دونك وطلع طلع باش تفرج في هادو، طلع اجلس مقعد عندك طيح. المهم الاخوان يا بسم الله، الله يسخر الجميع. دونك انا ما غنطولش الاخوان، انني خاصني نمشي ندخل على لا وعسى نحضروا ليهم اللي يدخلوا واللي وقيته الغداء هذه. دونك راه ما نكثرش، غنوقف الفيديو تو سويت الاخوان، تبارك الله عليكم. المهم الاخوان راه ما سجلت لكم هذا الفيديو حتى العشيه، تو طالع انا راه دخلت لقيت الحمام داخل، يعني وركت عليه والو سلاك، وهذوك الجوج اللي كنت قلت لكم راه مكرفصيني راه باقي ما دخلوش، انا رديت عليهم صافي، هذوك نحيدهم لان ما باغيش نتبرزط انا بشي مشاكل بحال هكا، ما ناقصينش مشاكل حنا مع الحمام. ايوا السلاك. المهم تتبان لي واحد الحمامه درت ليها سميتو الباك ديال لادريس، ولكن تبان لي بحال مزروحه ولا الله اعلم، خصني نمشي نقلبها. المهم هذا ما كان الاخوان، ما كتابش انني نصور لكم الحمام اللي كان جاي، لان دخلت لقيته داخل. دونك ان شاء الله نورمالمون راه ما نبداو نتسناو حتى نوصلوا ل 40 ولا ل 70 كيلومتر ديال لونطريمون، ولا اظن انني شخصيا هذا العام غنضرب ال 50 ولا 70، بوتيت ال 50 علاش لا، لان ذاك العام كانوا ضربوا حتى ال 50، ال 50 كان هو اخر اونطريمون كنت درت ليهم بالضبط 51 كيلومتر، وديك الساعه ما كنتش انا في الدار باش نحضر ليهم. المهم انا جيت بالليل، جيت مع شي 12 الليل لقيت الحمام كامل دخل، ما عرفتش كيفاش. المهم حتى لقى شي حل ان شاء الله، الا قدرنا ندبروا له شي تليفون ونحطوه، وملي نكون انا تما يعني غير نمشي من هنايا نحطو يبدا يسجل،
غير هو بعض المرات راه كيما بحال مع الصباح راه تقريبا راه ساعة ديال الطريق الي وريتور، يعني التليفون خصو يشد لينا على الأقل ساعة ديال التسجيل. المهم نلقاو حل ان شاء الله باذن الله. هذا ما كان راه عرفتو الليل راه تيتحرك شي برد السلاك، الله الا السلاك النهار بحال مدوزينو في الصيف والليل سميقلي. المهم الله يسخر الجميع، تبارك الله الاخوان كاملين، مسيره موفقه وكونكورات موفقين، والله يسهل الامور. السلام عليكم.